نباتات لا ترى ضوء النهار تنمو على رفوف وتكتفي بالتنعم بضوء زهري اللون في أول مزرعة عامودية في فرنسا. نقوم بتعديل طيف ضوء الشمس وشدته ونعيد إنتاج ذلك، وفيما يتعلق بالمناخ نتحكم في درجة الحرارة والرطوبة وتركيز ثاني أكسيد الكربون والهواء، وعادة في هذه الغرفة درجة الحرارة 23 درجة مئوية خلال النهار، ودرجة الحرارة المثالية للأعشاب العطرية مثل التي ترونها ورائي هي 18 درجة مئوية. من المتوقع أن تنتج هذه المزرعة 8 ملايين نبتة عطرية سنويا، وأن تقدم مثيلاتها حلا حيث تندر الأراضي الزراعية. المشكلة اليوم هي أن سكان العالم يتزايدون، والجميع يريد أن يعيش في المدن وأن يطعم نفسه جيدا بتكلفة أقل، لذا فإن المعادلة الحالية لا تصح. في المتجر نحن المستهلكين والموزعين نريد اختيار الفاكهة والخضار على مدار السنة وأن تكون وفيرة للغاية، وهذا يخرق نمطا من الاستيراد والتصدير ليس صحيا دائما. بكل الأحوال لا يعتقد أن تحل الزراعة العمودية محل المزارع التقليدية، لكنها فكرة قيمة لا تحتاج تربة وتستخدم القليل من المياه دون مواد كيماوية ولا تلوث بوسائل النقل. لا يأخذ النمط العضوي في الحسبان جميع مزايا الزراعة العمودية، فهي فائقة النظارة وخالية من المبيدات، وبالتالي فإن المنتجات العضوية لا تأخذ في الاعتبار جميع مزايا الزراعة لدينا، لذلك زراعتنا أفضل من الزراعة العضوية، نعم من بعض النواحي. للأكل أو لصناعة العطور، أوراق جميلة وكثيفة وخضراء بتقنية مميزة ستغزو الأسواق قريبا.